سلام الله عليكم مشاهدينا ومتابعينا في أولى حلقات برنامج جلسة خاصة. في هذه الحلقة الأولى من البرنامج التي يعده طاقم من مؤسسة غير للصحافة والإعلام حول آخر المستجدات في الساحة السياسية بإقليم تنغير، حلقة نخصصها ونحن على أبواب انتخابات تشريعية ستشهدها بلادنا شهر أكتوبر المقبل. انتخابات ينتظر منها أن تمر في أجواء من المنافسة الحامية بين الفرقاء السياسيين والأحزاب السياسية بالمنطقة. جلسة خاصة في هذه الحلقة سنناقش ظروف التحضير والإعداد لهذه الانتخابات. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن نستضيف الأستاذ الحسن بوهوش الأمين العام الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بتنغير. اليوم في جلسة خاصة سنناقشه، سنحاوره، ولما لا نستفزه من أجل معرفة وجهات نظره حول مجموعة من القضايا التي تهم الشأن السياسي والشأن المحلي بإقليم تنغير. مرحبا بك أستاذ السيد حسن بوهوج في أولى حلقات برنامج جلسة خاصة. نبدأ بأول تساؤل، من هو الحسن بوهوج وكيف التحقت بعالم السياسة وخصوصا بحزب الأصالة والمعاصرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا شكرا سي رشيد، كنحييكم تحية خاصة. فيما يخص التحاقي بعالم السياسة وبحزب الأصالة والمعاصرة بالضبط، السياسة بدأتها منذ تقريبا 2003 في شق مع حزب هو البيئة والتنمية المستدامة، استمريت معه إلى سنة، لم أحضر أي لقاء لأنه يعني عادة الأحزاب الصغرى لا تنظم لقاءات تواصلية، وهذا من النقاط اللي ربما من عيوب العمل السياسي المستدام. لاحقا سنتحدث عنه في شق آخر. هو التحقت به ثم بعد 6 سنوات بالضبط في سنة 2007 غادر الرم الذي كنا ندعمه من نفس الحزب ليلتحق به شخص آخر، غادره عدي الشاذلي ليلتحق به المرحوم وهاب ورقان رحمة الله عليه، ثم بقينا على نفس الحزب إلى أن اندمج هذا الحزب البيئة والتنمية المستدامة، اندمج في الحزب الأصالة والمعاصرة كغيره من 4 الأحزاب الأخرى. ثم من هناك بدأت العمل السياسي، حضرت أول مؤتمر تأسيسي للحزب في يناير 2009، ثم من هناك انطلقت القافلة وانطلق بعد 3 أو 4 شهور كان من الممكن أنه سيكون في مكان هنا كأمين إقليمي آنذاك على مستوى تنغير، على مستوى ورز الذات لأنه لم يخرج إقليم تنغير الحيز الوجود، كان من الممكن أن يكون هناك شخص آخر مهندس معماري، إلى أن ربما الدهاء السياسي للمرحوم هو الذي قرر في النهاية أولا أن يسند لي مؤقتا تدبير عملية انتخابات الجمعية سنة 2009 على مستوى إقليم ورز الذات. ثم بعد مرور هذه الانتخابات مررنا إلى مرحلة التأسيس، و 2011-2012 على ما أعتقد تم حضور انتخاب هنا في هذا المكان بالضبط، تم إعادة انتخاب أمينا إقليميا لعهد الحزب الذي ما زلت أستمر فيه إلى اليوم. انطلاقا من النقطة ديال الحزب الأصالة والمعاصرة سي حسن، عندي تساؤل كمتتبع للشأن العام والشأن المحلي، هل يمكن اعتبار حزب الأصالة والمعاصرة حزب بدون إيديولوجيا؟ بمعنى آخر حزب يجمع بين تسمية الأصالة والمعاصرة وبصيغة أخرى حزب الشكارة. في جميع دول العالم وفي كل الأحزاب لا أعتقد أنه هناك حزب اللي ضد رجال الأعمال اللي كيسميهم بالمثل الشعبي الأشقر، وخير دليل اليوم كان على مستوى كل الأحزاب، حتى الحزب الذي كان ينعتنا بهذا الاسم كان مبتلا في الفوز الشعبي وبلد الشعبي الذي كان من أكبر مستثمرين الخوف في القطاع الخاص في المغرب، وكانوا ينتمون إلى نفس إلى هذا الحزب، بمعنى حتى على الممارسة السياسية عالميا في المنفذ كتلقى رجال الأعمال هما اللي خدام. علاش؟ لأن العالم السياسة مرتبط ارتباطا وثيقا بالمسألة الاقتصادية،
فالمقولة التاريخية المعروفة أن الاقتصاد يسير السياسة في الممشي. اليوم على مستوى الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة تم تزكية ملياردير رجل أعمال معروف دونالد ترامب، على مستوى بريطانيا، على مستوى عدد من الدول الديمقراطية يعني أنها السياسة. بالنسبة للحزب لديه مرجعيته يتبنى الديمقراطية الاجتماعية كمرجعية بما لها وما عليها، فبالتالي الأصالة فعلا نحن أصالة نعتز بهويتنا المتعددة في المملكة، نعتز بثقافتنا المتنوعة، نعتز بانتمائنا الأمازيغي الذي هو دم يجري في عروقنا. وكما قلت سابقا في لقاء معين قلت إن الأمازيغية بالنسبة لنا هو مثل الأم، فمن تخلى عن أمه يعتبر عاق والديه، ومن تخلى عن لغته فهو يعتبر أيضا عاقا لأصله ولغته ولعائلته وقبيلته وما إلى ذلك. سي عزك تملت ليك العديد من المتابعين في الشأن المحلي كيقولوا بلي حزب الأصالة والمعاصرة على السعيد الإقليمي وإقليم سنغير كيقولوا بلي الديمقراطية التشاركية والمقاربة التشاركية غائبة داخل هياكل الحزب، فما ردكم على هذا السؤال؟ أولا اليوم في هذا الوقت بالذات ننتظر مثل هذه الانتقادات. اليوم نحن في معركة لإنقاذ الوطن، يلزمنا لمسم بأكبر قدر إمكان تجاوز عدد من الأخطاء إن كانت وجدت، رغم أن العدد من الأمناء من المكاتب المحلية أو الأمانات المحلية التي تم انتخابها وانتدابها انتخبت بطريقة ديمقراطية لا تدخل لنا فيها إطلاقا إطلاقا. نترك الحاضرين، نترك المناضلين والمناضلات، هم الذين يختارون من يسندون إليه تدبير المرحلة، من يقود العملية، ومن يضحي بوقته وبماله وبأعصابه أيضا من أجل، لأن ما يجمعنا اليوم هو مسألتين أساسيتين، يجمعنا إنقاذ الوطن ويجمعنا إنقاذ الإقليم، لأن ما يعيشه الإقليم هو سابقة خطيرة جدا، أقول خطيرة لأنه هناك من يعمل من أجل الإقليم، وهناك من يعمل من أجل إيقاف كل شيء، هناك من يعمل من أجل مصلحته الشخصية من أجل الاغتناء الفردي، وهنا نختلف طبعا كسياسيين. أقول نختلف، حزب الأصالة والمعاصرة يهمنا إنقاذ الإقليم، يهمنا أن نرقى بإقليمنا إلى أقاليم التي بجوارنا والتي تتوفر فيها أدنى شروط العيش الكريم للمواطنين، اللي مع الأسف حتى الحكومة الحالية والعدد من البرلمانيين التابع للحزب الأغلبي ما زال يصور ويجول في الإقليم مدليا بوثائق وكلمات بأنني ترافعت 5 سنوات ما بقاتش على الأوراق، خصها تبان في الواقع. هذا هو الإشكال فين كنختلفوا، تبقى تورينا الأوراق بأنه من نهار بديتي وأنت كتوري لي الأوراق وحتى ساليتي سالات 50 ومشات وباقي كتوري لي الأوراق، تقول لي هنا راه خدام وهنا ترافعت عليك هنا وراه كتبت عليك هنا وراه نضلت هنا وراه تدوينا في الفيسبوك هنا بواحد الشكل سخيف جدا. أقولها لأنني حضرت لقاء لهذا الحزب الأغلبي، فإذا بي أسمع من برلماني كنت أنتظر خطابا سياسيا في المستوى، فإذا به يتحدث عن تدوينة عن الفيسبوك وتقول لهم أنا كتبت في الفيسبوك الوقت فلاني قلت للسيد رئيس الحكومة هات صندوق التقاعد خليه حتى أنت كما لقيته. واش عيب الله رئيس الحكومة بالحزب ديالي وأنا جنب المواطنة كتبت في الفيسبوك؟ هذا راه خصني معاه لقاء على مستوى الأمانة العامة للحزب ونمشي ليه. وهذا هو الإشكال في فين كنختلفوا، لأن عمل الفريق ما كاينش بالنسبة للحزب الأغلبي. اليوم أنا كنقول لكم في حالة فوز حزب الأصالة والمعاصرة ورئاء قيادة الحكومة سنعمل على جهة ضرعة تفيلات بمنطق الفريق البرلماني الخمس اللي كنتمناو أن كل إقليم يعطينا واحد، وكل سنة غادي نتمناو فيه جوج المشاريع وغادي يرفع عليهم 5. هذه طريقة تدبير اللي حنا آمن بها وكنحاول باش ننزلوها على ارض الواقع، واللي غتخرج حس ملموس للمواطن. ما غاديش نبقى نوريه الوراق نقول للمواطن راني خدام على الوراق وراني كنوريك وراني كنرشد وراني كنفعل، وهو في الواقع كيبقى غير حبر على الوراق مجرد كلام
لا أساس له من الصحة، لأن العمل اللي يقوم به لما الحزب أو الذي أو وزير من حزبي كيسير واحد كيطلع الوزاري ونمشيو لعندهم خمسة على مشروع على تنغير، كيجمع جوج الأقاليم يكون تنغير ولا في نفس المشاريع، يكون في تنغير ولا في ميديت ولا في الرشيدية ولا في هذا وندافع عليه يخرج الحزب الوجود، إلا هاد الوزير ما كيسمعش لينا بخمسة، ما معنى شنو نبقى في هذا الحزب؟ ما معنى أننا نجيب لعندهم ونهضروا في الخامة الأول بعد خمس سنوات كتوفر جاي عندنا جميع الشروط باش أن هاد الجهات تلعب أكبر دعم من الحكومة، لأن عندنا أفقر جهة، عندنا مناطق جبلية، عندنا جفاف، عندنا فيضانات، عندنا منطقة الكوارث بمعنى الكلمة. ولكن اللي كنتمنى أنه في الحكومة السابقة اللي ما فاتش به، نحن اليوم في حال فوز حزب الأصل والمعاصرة بالأغلبية وتشكو له الحكومة، نحن اليوم أمام تحدي أصعب، لأن من اللي كنتقدو ماشي هو من اللي كنسيرو، بالتالي انتقادنا لحزبنا واجب علينا منذ البداية، لأننا نؤمن أن هذا الشيء اللي كنا كنقول للناس اليوم في هذه المعارضة أننا قادرين بالضغط وبالوسائل ديالنا أمام حزبنا أننا نوفروا نجيبوا مشاريع اللي يمكن تنمي المنطقة أكثر مما كانت، خصوصا أن كل شيء موجود، كاين الدراسات التقنية، كاين الأغلفة المالية اللي خاصة، يعني عندنا كل المعطيات اللي كاملة عند الإقليم، شنو خاص؟ خاصو الجرأة السياسية والدفاع عن المصاريف والملفات والجلسات مع الوزراء والقطاعات الحكومية. نقدر سي حسن في هذه النقطة أشرت إلى حزب يسيل الأغلبية الحكومية، حزب العدالة والتنمية هو المنافس السياسي ديال حزب الأصالة والمعاصرة، واش ما كتشوفوش واحد التناقض بين الخطاب ديال حزب الأصالة والمعاصرة السيد الوطني معارضة أصلا المعاصرة والأغلبية ديال الاتحاد العدالة والتنمية والتقدم الاشتراكية، ولكن كنوجدوا بعض الجماعات إقليم تنغير، جماعة واكلين مثلا وجماعة صدغة العليا، تحالف بين أصلا والمعاصرة والعدالة والتنمية، واش ما كتشوفوش التناقض بين الخطاب الوطني بين المركزي والمحلي؟ اللي كنا فعلا هذا ليس، لأن أولا الإشكاليات اللي خرجت على إقليم تنغير في واحد الكتاب واللي كنا كنتفاداو، كنا كنتمناو ما نمشيوش في الخطاب ديال العاصمة ديال الرباط، لأن الرباط جميع الوزراء وجميع الزعماء السياسيين ساكنين في الرباط، بالتالي كنا كنتمناو أن مجهودنا يمشيو مجتمع كمختلف فرقاء سياسيين في الإقليم باش نخدمو عليها جميع، لأن الإقليم كلية إقليم، مسألة ما مرتبطاش بحزب الأصل والمعاصرة بوحدو أو مرتبطة بحزب العدالة والتنمية بوحدو أو بالتقدم المشترك بوحدو، مرتبطة بنا جميع، كلنا، كل واحد يساهم، وكنا الجلسات اللي خصها تكون، ما هو مشترك بيناتنا، تنمية الإقليم مسألة مشتركة، ما غاديش نديها ضروري، ما غاديش نديها هذا، وما غاديش نديها هذا، ولكن في واحد الوقيتة لقينا بأن مناضلين ديال حزب العدالة والتنمية كيهضر بالكلام، انتهت المهم، انتهى النقاش، صافي، هذا التوجه، هذا الطم، هذا الفساد، هذا هو هذا، لقينا هذاك الشكل، بالتالي نسقنا في هذاك الشكل، لأن علاش؟ باش أولاً في الواقع باش نبينوا للناس شكون اللي خدام وشكون اللي ما خدامش، الحمد لله ما بين 2009 و2015 شفتو تنغير كلها كانت مقلوبة، كانت جميع المشاريع كلها كانت ديالها، بعد مرور سنة غادر الطم المجلس الإقليمي، هانتوما كتشوفوا الوضعية، إلا كان هادو الناس اللي كانوا خدامين اللي كانوا كيرفعوا كيتيصوا ديال الصوت في أمام الصبورات الخاصة بتوضيح الأشغال المشاريع، إلا كانوا هما اللي خدامين شنو هما اليوم، إلا كان ما كان ما استطعوش هذا كيأكد بأنه حزب الأصل والمعاصرة كانت عنده نظرة ديال تنمية الإقليم بشكل واقعي. ولعل واحد العدد ديال المشاريع اللي شفتوهم خدامين راه كانت فيها اسئله كتابيه ديال المرحوم الله يرحمه، فيه اجوبه كتابيه، حتى الناس اللي كانوا كيقولوا بانه ما كيبانوش لنا شيء، البرلمانيين الاخرين فينا هو راه هذا اللي خدام ولا هذا الشيء اللي خدام، عندنا اسئله كتابيه واجوبه ديال مشاريع كتنجز خرجت للوجود اليوم موجوده، واحد العدد من المشاريع اللي كانت موجوده، هذه الطريق ما بينها طريق الدول العليا ديال المضايق، بين فكرة طريق الوطنية ميدل زاكورا عبر تنغير، هذا مشروع
كان ديال المرحوم الله يرحمه، هذا مشروع ديال لاغوكات، يعني طريق المداريه اللي كانت فكره هائله، كانت جوج، واحد غتخرج من الطريق الوطنيه من الخطب الحضري للمضايق تودرا في اتجاه افن، واحد ثاني كان غيخرج من وكليم الثاني وين التلوين، وغادي يخرج مع الطريق الجويه 113. الطريق قطعت السي حسن في هذه النقطه، مجموعه من الانجازات كما قلتي، مجموعه من المنجزات اللي تدارت في الفتره ديال المجلس الاقليمي السابق، نعاتبكم في هذه النقطه، واش التهميش اللي درتوه ولا الاهمال الجانب الاعلامي هو السبب في ان الحزب الاخر استغل ديك الفرصه انه يدير بزاف ديال الانجازات واخا ماشي ديالو؟ المشاهد كيتبع الجانب الاعلامي فقط ما يرى، انتما غائبين على الساحه الاعلاميه. واحد الشيء غادي نخبركم، الله يجازيكم بخير، حتى اللي مشى يصلي خصكم تصوموا. نحن نعتبر ان ما نقوم به هو واجب، وماشي مزيان شي واحد ولا ندير ليه اشهار، نقول لكم راني درت لكم وراني فعلت لكم. هذا الشيء على الصمت، هذا الشيء على صمت المواطن، وراه ما درتوش بليزير، هذا درته واجب. وهنا فين كنفرقوا في العمل السياسي، لان البليزير الصدقه راه كنديرها ما كنشوفها حتى حد، وهذاك من عندي انا، ما كنشوفهاش مع شي واحد. ولكن ملي واحد المواطن كنقول ليه انا راه تفضلت تقدمت لهذا المصير، الله يكثر خيرك، سكت عليا وراه عندي هذه وراه عندي وراه هذه، الواجب انني ندير القول، ندير الواجب ديالي، ونوصل ندير المجهود ديالي، نخرج المشروع. على ما درتش بليزير في الناس، ولكن درت الخدمه اللي عليا. هنا فين كنختلفوا، كاين اللي كيتحرك كيمشي غير باش يصلي، ولا غير يمشي للجامع، انا راه خرجت مشيت للجامع، ولا راني انا شاد الطريق للرباط دعيو معايا باش. انا ما فهمتش، الا كان الواجب ديالنا اللي كيدير بنادم راه داير الواجب ديالو، داكشي على صوتو عليه الناس. الا كان كيتسنى منهم يبقاو يزيدوا ليه، ما فهمتش انا شنو كيتسنى منهم، يبقاو يزيدوا، واش باقي يزيدوا الدعوات، واش باقي يجري المراه، يمكن خاصو يجمعوا ليه الصدقه بانه راه كيتكرف. انا هادشي اللي باقي نقول لك. الفكره وصلت سي حسن، وكيف تقيمون تجربه حزب الاصاله والمعاصره في المعارضه على الصعيد المحلي؟ بكل صدق، بكل صراحه، اقول لك بان تجربتنا على مستوى بلدية تنغير بالمقارنة مع 2009 نحن تراجعنا، لأنه كان عندنا عشرات المقاعد، اليوم عندنا يلاه غير 5 ونص، هذا تراجع. أنا أقوله لك، ولذلك الحزب أسس أمانة محلية خاصة بمنطقة حضغة، ولها أن تدبر المرحلة، يقودها شاب كله طموح خدام، آمن قدراته على مستوى البلدية، غادي بشوية بشوية. حنا كلنا كنتعلمو، يلاه بدا كيتعلمو، ولكن حنا متأكدين أنه غادي يوصل. وأنا لقاءات اللي كنا معاه قلت له بأنه البي جي دي قبل ما يدخل البلدية كان عنده مستشار واحد، فإذا به طيلة ولاية خدام، بعد ولاية أخرى جا خدام رجل الأغلبية وشكل الأغلبية وشكل المجلس والمال. هذا تحفيز، لأنه عندنا ناس على مستوى البلدية. طبعا نحن نجمع ما بين الأصالة والمعاصرة، نجمع ما بين